تمكن كان 3.3 بحيث الدرك الوطني بالواد من توقيف شبكة دولية منظمة في تهريب السيارات وتزوير الملفات القاعدية للمركبات وإدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية. العملية النوعية شملت التحقيق حول 46 ملف قاعدي مزور ل 46 مركبة من مختلف الأصناف باسم شركة وهمية. التحقيقات أسفرت عن تحديد تواطئ 9 موظفين يعملون على مستوى مكاتب حركة المرور لأربع بلديات تابعة لولاية الواد وخبير مناجم سابق، بالإضافة إلى عامل بمؤسسة خاصة معتمدة تنشط في مجال مطابقة السيارات. كما تم حجز 17 سيارة من بينها سيارة تحمل ترقيم دولي، مع توقيف 17 شخص من بينهم امرأتين بالإضافة إلى 4 في حالة فرار. للإشارة عملية استرجاع السيارات المزورة متواصلة، وكذا توقيف المتورطين.